يقال بأنه بحثتنا يعني وذات مرة تحدثنا عن ذلك أنه منطقة الجنوب مليئة بالأنفاق التابعة لحزب الله، بس ما عم نشوف أنه رغم وجود يعني تقدم ولو قليل للقوات الإسرائيلية أو رغم امتلاكها للتكنولوجيا لا تتحدث عن هذه الأنفاق. اللي أنا متخيله حاجة، نرجع تاني الأنفاق، احنا قلنا 4 أنفاق لدى حزب الله، تمام؟ النوع الأول الأنفاق الهجومية لم يستخدمها، اللي هي موجودة على الحدود، يعني أنا أنفذ مهمة عملية خاصة، أتحرك من داخل الحدود اللبنانية على أي من زي الناقورة، اللبونة، عيد الشعب، يارون اللي فيها قتال كتير دلوقتي، ومركبة وما إلى ذلك، أتحرك حتى كفر كلا أكتر، كفر شوبة أيضا، شبعة، كل دي تدخل على الأراضي الإسرائيلية. مفروض أنه لديه أنفاق، تلك الأنفاق إن ممكن يتسلل منها وينفذ عمليات جوه الجليل الأعلى، هذا لم يتم. يليها الأنفاق الدفاعية التي يدافع من خلالها، وأعتقد أنه حولها الأنفاق تخزين أكتر، لأن هو لما بيدخل لو قلنا الضربات يعني استهدفت بعض المقاتلين من حزب الله كان هتبان جثثهم، على الأقل الإسرائيليين يمكن بيظهروها لا يظهروها، لم أرى فيديوهات، ولكن دي المرحلة التالية، إنه المعلومات الكبيرة اللي عنده واضح إنها كشفت، كان في تركيز كبير يا أستاذ محمد على الأنفاق في تلك الشريحة من الأرض، لأن الأرض أصلا صعبة فوق الأرض، فما بالك تحت الأرض. فده ربما هو السبب أنها لم تظهر حتى الآن. كانت في غزة المعلومات أقل، وخريطة الأنفاق، أنا مرة ضربت مثلا لحضرتك، ربما حتى حماس ليس لديها الخريطة الدقيقة لكل الأنفاق التي تملكها من كثرة هذه الأنفاق، الذي وضح فعاليتها إلى حد كبير لوقت معين. فنفس الموضوع، إنما هنا لا، الأنفاق أعتقد حتى الآن ما زالت مكشوفة حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الدليل إما بنلاقيش عمليات بنفس الحجم في نفس الفترة كما كان من جانب الغزاويين. المقارنة التي أقصدها هنا، اللي بحاول أفهم ما المدلول، فقد يكون حجم الأنفاق القريب مكشوف بالنسبة للجانب الإسرائيلي. يعني النهاردة لما اكتشف نفق ودخل فيه كان بدون قتال على حد علمي، على حد كان بدون قتال، إذن هو النفق لم حتى إذا كان دفاعي أتوقع اللي بقول لحضرتك عليه، لو كان هذا الخبر صحيح يبقى كان مستخدم كنفق مخازن.